لنحب بدنا عمر هالشي مو قدرتنا حبر الهوى نشي بأول سطر صفحتنا الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعم يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا الحب أحلى شي بينور دنيتنا طويل طريق العشق وشو ضيقة خطوتنا أنا ماني فهمانة ليش عم تسألني هيك سؤال؟ أنا سألتك من شان تجاوبيني مو مشان تردي علي بسؤال ولا بدك تتهربي من الجواب؟ آسفة شري بس شفتك زعلان أنت وعم تسألني مشان هيك ما عرفت شو بدي جاوبك أنا عن جد آسفة مو مشكلة مزبوط هو الحق علي ما كان لازم عصب عليكي بنوب أنا آسف بس لساتني مصر أعرف شو هو رأيك مو مشكلة أنا بعتقد إنه هو زلمة محترم وشايفة كمان إنه كتير عبقري قصدي بيعرف يتصرف بشكل كتير منيح مع الكل يعني بفهم من كلامك إنك احتكيتي فيه منيح إيه يعني بصراحة قلبه كتير طيب وكمان بيعاملني مثل بنته كتير حلو أنا بالنسبة إلي ما قدرت أتواصل معه أبداً لحد هلأ يعني ما كان موجود بحياتي من قبل لحاكيه معناتها ليش عم تسألني عنه؟ هو رايح شو بيهمك؟ حأنزل عن إذنك عشت حياة أرملة مع أنه جوزي لسه عايش وهلأ اجتني الفرصة من أول وجديد حتى عيش حياة جديدة معه بترجاكي حاولي تقنعي شري لنفرض إنه مثل ما عم تحكي مستعد ينسى الماضي شو الضمانة إنه ما يتركنا مرة تانية؟ هو تركنا من زمان وراح وهلأ ممكن يعملها وهالمرة رح تكون أصعب لأنه وعدكم يضل وما رح يوفي بوعده ارجع بعدين؟ لا أمي تفضلي عدي ليش واقفة؟ يعني نحنا فينا نحكي هلأ؟ وليش عم تسأليني هيك سؤال؟ أنا قصدي إذا بدك ما بحكي بهالموضوع أبداً ما بدي تفكر إني جاي كرمال أحكي شي يزعجك لا أشري ما أجيت حتى أطلب منك تسمح لجاي يضل معنا أنا جيت لأعتذر منك أمي طيب
شو إله داعي الاعتذار هلا؟ لأني ما فكرت غير بمصلحتي. أمي شو هذا الحكي اللي عم بسمعه؟ على فكرة كل شي ساويتيه لهلأ بيخدم مصلحتي أنا وبس. أنا فكرت بمصلحتك مرة واحدة وقت اللي كنت حامل فيك، وخليت أبوك يسافر لأنه كان بدي إياك تخلق. وين مصلحتك بالشي اللي ساويتي؟ أنا بدي أعترف لك بشي مهم الشي. بعد ما أنت أجيت على هالدنيا كنت ناطرة هاليوم، اليوم اللي رح يرجع فيه جاي على البيت. كان حلمي شوفك أنت وأبوك عايشين مع بعض، وبعد إذا متت مو فارقة. هذا الشيء يلي عم يخليني أقول إني ما فكرت غير بحالي. كنت متمنية موت بعد هاللحظة، ما كان عندي قدرة لفكر بأي شيء تاني. قصدي ما فكرت أبداً بمسؤوليتي تجاهك وبحقك علي. أنا كل اللي كان شاغل بالي إنه تكونوا مع بعض، لهيك بعتبر حالي إني كنت أنانية شوي وما كنت عم فكر غير بهالشي هاد. أنا بترجاك تسامحني يا ابني، وبدي تعرف إنه ما عندي شي بهالدنيا أهم من سعادتك. ولا حتى جوزي. ما فيني أعيش إذا ما كنت مبسوط شري. عن إذنكم شري، شري أبوك رح يمشي. ضلي عم تدعي لي على طول. الله يوفقك. بدي وصي، إذا احتجت أي شيء حاكينا فوراً. أكيد أنا مالي حدا غيركم بهالدنيا. جنافي، انت بنت ما في منك، وقدرتي تحببي العيلة فيك بوقت كتير قصير. يا ريت انك تضلي هيك. لاكسمي كانت. صحيح إني ما شفتك وكنت بعيد عنك من أول ما خلقت.
بس بدي اقول لك شغله، دير بالك على حالك يا ابني. الله يوفقك. على مهلك. انت قعدت عنا بالبيت بموافقة الكل، من شان هيك ما في داعي تطلع من هون بس لانه انا مو موافق على قعدتك عنا. بصراحة انت ما عندك القدرة لتفتعل حتى لو مشكلة صغيرة بيناتنا، لانه ما في ولا قوة بالعالم ممكن انها تعمل اي مشكلة بيني وبين حدا من عيلتي ولو شو ما كان السبب. تذكر هذا الشيء كتير منيح. هلأ مشان ما اكذب عليك، انا ما كنت مبسوط ابدا برجعتك على البيت، بس هن فرحانين وهذا الشيء واضح على وجوههم. بالنسبة الي سعادة عيلتي اهم شيء عندي وبتعني لي اكتر من اي شيء بكل الدنيا. هنن بحاجتك هلأ، لهيك لازم تضل. بتعرف؟ مع أني سمحت لك تضل بالبيت، بس ما سامحتك أبداً. نشكر الله. شفت؟ أنا ما قلت لك؟ الدم ما بيصير مي. بترجاك ضل. شغلة ما بدها تفكير بنوب. ضل هون عمي. أنا كلنا بدنا اياك تعيش هون معنا، وكمان شري بده اياك تضل. منيش؟ نعم. خود هالكتب بترتبهم بعدين، زبط له فرشته بالأول. خلاص انتي لا تاكلي هم. شكرا منيش، عذبناك معنا كتير. شو هالحكي عمي؟ خالتي رتبت كل الغراض بالمطبخ وصار كل شي على كيفك، برأيي تعملي لك طلي عليه مشان تعرفي كل غراض بعدين. كيف بدنا نجيب المخدات؟ شري رح يجي بعد شوي ورح يجيبهم بطريقه. خالتي ما بدك تشوفي المطبخ؟ خلص فهمت، على شو مستعجلة؟ خليني قاعدة عم برتاح شوي، يا دوب قدراني اوقف على رجلي. طيب ماشي امني ارتاح. خدي يوم طريقك لجوا. جنفي. نعم. لو سمحتي تعي نطفي هالغبرة. يا الله طولي بالك، فيكي تنطفي الغبرة بعد ما يروح؟ ليش عم تطلبي منها تعمل كل شيء هلا من الصبح وهي عم تشتغل؟ اتطلع على عمري انا واتطلع على عمر بنتك، برأيك بقدر خلص ترتيب البيت بدون ما حدا يساعدني؟ الوحدة بتقدر تخلص شغل بيتها بس لما تكون ناوية. عن جد؟ معناتها كل هالوقت انت ما كنت ناوي تستاجر بيت كبير كرمال نعيش احسن، صح ولا لا؟ خليني ساكتة، ما في فايدة من هالحكي. كنا عايشين ببيت كبير وكتير مبسوطين، بس هلا يا حسرتي رجعنا للسكنة المقرفة. هذا اول يوم قلنا بهالبيت، شغلة كام يوم نتعود عليه وبيتعود علينا. مو شاطر غير بالفزلكة، خليك مروق على السكنة هون. شوف اختك تجوزت من عيلة كبيرة، عرفت تتصرف. شوف القصر اللي عايشة فيه وشوف هالبيت. خلصنا بقى، لازم تقتنعي بهالبيت. والله ما بعرف. القناعة أهم شيء لحتى تقدري تعيشي.
بنتي. أهلين. أنتوا خليكم. هاتون. مانيش لسه في غرض. تجي معي؟ لا تعذب حالك يا ابني. لا عمي، شو هالمشكلة؟ بسيطة. ليك صهري، أنا قررت إن روح أسكن عندكم بالبيت. أنت من كل عقلك عم تحكي؟ ليك صهري هي عم تمزح معك مو أكتر. بسيطة. شو؟ على فكرة ما عم بمزح، عم بحكي جد. صراحة أنا ما رح أقدر خلص شغل البيت لحالي. خالتي فيكي تروحي بأي وقت، ليش عم تسألي؟ هذا بيت بنتك. شفت؟ صارك قلبه كبير وغني كتير، مستحيل يهكل هم قعدتي. وأكيد ما رح يرفض لي طلب حتى لو شو ما كان. جنفي يا روحي، إذا خلصتي شغل بالمطبخ ساوي كاسة شاي لجوزك مشان يشربها، ونحنا كمان حسب حسابنا. يلا عود شوي ابني، تفضل. يلا عمي، بس قبل خلينا نجيب الغراض. تجيبوهم بعدين، خلونا نشرب شاي بالأول. يلا عود. خلاص هلأ ما عاد فيك تقول لا. شري أعطيني مفتاح السيارة، أنا بجيب الغراض. ايه هو بيجيبون، اعطيها. ايه بدك نروح سوا؟ لا ما في لزوم. لا تخاف منوب، يعني ضل قاعدة لحالي بالغرفة. طمن ما رح اتدخل بحدا منوب، أصلاً أنا ما بحب أحشر حالي بشي ما بيخصني، علي باللي بيهمني وبس. صهري طمني، كيفن أهلك؟ الحمد لله بخير. يعني فيني روح لعندكن؟ إيه معلوم. خالتي مزبوط، هو قالك إنه فيك تروحي، بس نحنا في عنا ضيوف بالبيت مشان هيك. بالله؟ لك شو هاد اللي عم بسمعه؟ أبو لشري وجوز عمته ما هنن الضيوف عندكم مزبوط ولا لا؟ ما هنن من العيلة، أنا بعرف. ليك صهري على فكرة، أنا بحب يكون في كتير ناس حوالي، وأكتر شي بحب لما يجتمعوا كرمال يتغدوا أو يتعشوا مع بعض. أما عنا هون بس ثلاثة وما منجتمع، بس منحكي بالمناسبات. أنا بخبرك وقت يصير فيك تروحي. يعني هلأ صار لازم أخذ موعد لروح عبيت بنتي؟ بعد شوي لما بتكون تروحوا حروح معكن. خلاص أمي، السكري بقى على السيرة، نحن جايين لهون هلأ كرمال ننظف البيت ونرتب أغراضنا. أكيد أنتي ما رح تقدري تروحي معهم هلأ. شايف شو عم بيصير؟ بدهن يعني ضل عم بشتغل مثل الخدامة، بضلوا بينقوا كيف بدي لحق لهم، ما بيخلوني أسرح منه. خلص أنا قررت عيش معكن، هنيك الكل بيتساعدوا بشغل البيت، لهيك السكنة عندكن أريح لي بكتير. لك خلص أمي، أنتي ما في تطلعي برات هذا البيت. بنتي تفضل. مو سمعانة. يلا شراب كاسة الشاي. خالتي شري. إيه يسلم. وأنتي هلأ بشرب مانيش. وين بدي حط هدول؟ هات عنك. لا أنا بحطهم، بس قولوا لي. طيب. وين؟ هون. ماشي هنيك لو سمحت. تفضل. بس دقيقة، تفضل شري. يسلموا. عن إذنكم هلأ لازم روح، اليوم عندي كتير شغل. جنفي بدك شي مني قبل ما اروح؟ لا شكرا. عن اذنكم. مع السلامة. الله معك. سلام. انتبه على حالك. ماشي. امي ليش كنتي عم تحاكي بهالطريقة؟ هذا صهرنا ولازم نحترمه، ما لازم تحكي هيك. خلص بعدين بحكي لك. الله ليش حكيت شي غلط؟ جاوبني شبك سكتت؟ يا ربي
بتعرفوا اني بتحسس من الرطوبة. بتتحسس من الرطوبة؟ قضينا حياتنا بمثل هالبيت، هلا صار عندك حساسية منها؟ بس فهمني وين المشكلة إذا رحت وسكنت عندهم؟ بعمرك ما عملت شي منيح مشاني، ولا لما اجى شي يريحني ما وافقت. شو كان في داعي تقولي هذا الكلام كله قدام صهرك؟ ليش شو قلت؟ كل اللي حكيته انه تركنا هذاك البيت الكبير ورجعنا للسكنة المقرفة، وين ما مشيت في غبرة. خلينا هيك، عاجبك هالوضع ما؟ خلاص حاجة تبالغي. عم بالغ؟ بنتي حاكية، خليها تسكت بيكون أحسن لها. ليش لا أسكت يعني؟ وين الغلط بالموضوع؟ خلصنا، خليه هو اللي يسكت. خالتي غلطت بالحكي اليوم، ما كان لازم تقول هيك لشري. جنفي طول عمر خالتك هيك وما رح تتغير. ايه بعرف، بس انا ما بدي شري يفكر انه جنفي. شري اكيد ما رح يدقق على كلامها ابدا. انا بعرف هالشي كتير منيح، بس ما لازم نتجاوز حدودنا حتى مع اقرب الناس إلنا. ايه والله، بس دائما بيكون عنا شخص غير الكل، هذا الشخص بالذات لازم نحاكيه بكل اريحية. بس بتعرفي كأنه شري باين عليه اليوم مرتاح. أنا قصدي قليلي، كيف صارت الأمور عندكم بالبيت؟ منيحة، قصدي إنه الوضع لساته على حاله وما تغير شي لهلأ. شري عم يتصرف بشكل طبيعي مع البقية، بس لما يتعلق الموضوع بأبوه عم يتغير. ستي طلبت من الكل بالبيت ما حدا يزعجه أبدا، وقالت رح يهدى لحاله مع الوقت. أنا رايحة لأني لازم جيب كم غرض مشان الغدا. لا بلاها، قصدي نسيت إلك على شغلة مهمة. ما في داعي إنك تعملي غدا اليوم. ليش؟ لأنكم معزومين اليوم لعنا على الغدا، أمي قالت لي خبرك. يعني ما كان في داعي أبدا. جنفي أنت تعبتي بترتيب البيت كتير، معقول تطبخي بعد كل هاد؟ اسمعيني، اليوم رح تجوا تتغدوا عنا كلكم، ماشي؟ ولا بدك آكل بهدلة من أمي؟ وافقت. لا تتأخروا. أكيد. باي. الله معك. نروح لبيت منيش وكمان نتغدى عندهم؟ ما رح روح، أمه ما بتستحي على حالها أبداً، أنا بعرفها كتير منيح. بس خالتي أنا خبرتهم أنه رح نروح نتغدى عندهم. وهلأ فيك ترجعي تقولي لهم ما عاد بدنا نجي، شغلة بسيطة. وأنا متأكدة إن عزمتنا لتعرف ليش استأجرنا هون وتركنا هنيك، هي وحدة عقربة. خالتي نحنا ما صار لنا كم ساعة واصلين لهون، والمرة عزمتنا على الغدا لأنه ما في عنا وقت نطبخ. أمي بالأساس مو حاببتها لهي المرة. شو رأيكم تهدوا شوي لحتى نعرف نتفاهم؟ المرة الماضية أنت عملتي معها مشكلة بدون أي سبب، ومشان هيك أنت خجلانة منها وما بدك تروحي تتغدي عندها، وهالشي طبيعي. بس والله جد أنا اللي عملت معها مشكلة؟ القصة ما كانت هيك، هي اللي بلشت. والله مثل ما بدك. أنا بدي روح، الجماعة عزمونا وما حلوة نطنشون. خلصنا أمي مشيها. بالله ماشي، أنتوا روحوا تغدوا عندها وأنا رح أضل بلا أكل، ماني رايحة. ولا قلكن أحسن شي بعمله أنه روحوا اتغدى عند جنفي بالبيت. عندي أنا؟ إيه، ما سمعتيني شو قلت لها لشري؟ بدي عيش عندكم. اليوم حتى سكنتوا بهالبيت، معقول تحملي حالك وتمشي؟ بعدين مين بده يطبخ لبابا وبينتيا؟ ما في غيرك. ما رح يتغير شي لأنه عندهم جيران كرمة مثل أم منيش. إيه خلصنا، انسي هالموضوع. يا ريتني متت قبل ما أسمع منك هاد الحكي. شو هسا مع البنت عم تطلب من أمها ما تروح على بيتها؟ مو معقول، انت عن جد تغيرتي. شو بدي اقول، كنت متأملة فيكي انك تغيري لي عيشتي. لو اني جوزتك لأنيل ما كان احسن لي؟ الحق علي، كان خلاكي تحسي باهلك غصبا عنك. على القليلة كان ساعدني ماديا وجاب لي اللي بطلبه. عائلة جوكلان طلعوا بخلا، والمدام ما عم تسمح لي روح على بيتها. خلاص يلا امشوا. يلا ابي انتبه على مهلك.
بنت يا ضبيت كل الاغراض منيح ولا لسه في شيء؟ لسه في شوي، لك عم نضبهم بعد الغداء. خالتي نحن رح نمشي هلا، اذا ما رح تروحي رح ازعل، هالشي مو حلو بحقنا ابدا. يلا خالتي. ماشي خلص رح اروح معكم، بس هالمره كرمالك انتي، وبطريقي بدوق طبخه لهالمره ما بتوقع يكون طيب، بس شو ما كان احسن من اني ضل بدون اكل. خليني نشوف اذا رح تعمل حلو ولا لا، بس لا تتاملي كثير بالاكل لانه هالمره بقيله طيب. وانا بعرفها. خلينا نروح ناطرينا الجماعه. امي انتي عم تقري شي؟ بس ما عم بقدر اقرا كثير مشان عيوني. العمر له حقه، انا ما عدت مثل قبل. عود. شبك؟ عود فوق. لا لا شكرا، هيك كثير منيح ممتاز، لانه هيك فيني ريح راسي على حضنك وامتى ما بدي. امي اولادي كلياتهم بيشبهوا بعض. امي بدي اقول لك شغله، عن قريب رح يبلش مشروعي بجوجرات، لهيك لازم روح. اللي جاي انت عن جد بدك تعمل كل هالشي؟ قصدي بلكي ما تحملت الضغط، ليش ما تشتغل معنا بالشركه؟ شري يعمل معي معروف كبير انه خلاني ضل هون، يعني اذا انا تدخلت كمان بشغلكم. لا بلاها، ما بدي يزعل مني. هو حكى معك بخصوص هالشي؟ لا. بهالاسبوع ما حكى معك ابدا؟ لا. شو ما صار انا مقتنع بالشي اللي عم ساوي. لا تخافي. لهالسبب بدك تبلش مشروعك؟ عم تعمل كل هالشي كرمال تضل برات البيت؟ لا يا أمي مو هيك، بس هذا المشروع كان لازم يبلش من كم سنة، بس صار معنا شوية ظروف. بتعرفي أمي بالشركة عندهم ثقة فيني وعطيني مسؤولية كتير كبيرة، وأنا مبسوط كتير بهذا الشي، ولهالسبب ركزت على شغلي طول الفترة اللي مضيت. يمكن هذا الشي اللي خلاني التهي وانسى وحدتي بالغربة، ضليت اشتغل ليل نهار لحتى أقدر أتجمع مصاري كتير. صحيح على سيرة المصاري تذكرت، أنا كان بدي أخذ رأيك بشغلة كتير مهمة بخصوص المصاري. شوفي بدك مصاري؟ لا لا أبداً ما بدي شي، بالحقيقة أنا بدي أعطي شري شوية مصاري. بس بتتوقع أنه شري وافق ياخدهم؟ بعتقد بلشت تعرف طبعه هلأ. كرمال هالشي جيت مشان خبرك أمي، وبدي مساعدتك كمان، يعني فيكي تاخدي المصاري مني وتعطيهم، يعني ما في داعي يعرف أبداً من وين جبتيهم. ليش ما بدك يا يعرف؟ أمي هيك أريح لي، لأنه بصراحة أنا بدي شري يكون مبسوط وبأي طريقة. يا ابني بدي قلك إنه البنت اللي تبنيتها في إلها حق بورتك. هالبنت أنا ربيتها وما رح أظلمها ولا حتى هالقد، وأكيد رح ضل حاول أسأل هون وهون كرمال جيبها لعندي على الهند لو شو ما صار. هاي بنتي وما فيني أتخلى عنها، مع أنه فرص جايتها ضعيفة وممكن مستحيلة، بس خلينا نفترض إنها أجت، شري رح يتقبل وجودها هون ولا لا؟ يا ربي شو هاد؟ يا ويلي ما عم بحس بظهري، يا لطيف على الوجع مو معقول. هذا كله من الشغل على الواقف وفوق أشوب. ابني بتعرف شو؟ لازم نشتري مروحة كبيرة. أمي ليش المروحة؟ وين بدنا نحطها هلأ؟ يا زكي عم بحكي عن هذاك اللي بيتعلق بالحيط. المكيف هذا اللي بتقصده أمي؟ ايه هذا هو مزبوط. أمي بنتي روح جيب لي كاسة مي. آخ يا رجل طريقك شكلي إذا في شي ناكله بالبراد. شو صاير لك؟ من شوي أكلنا ما حلكت جوعي. هلا بالله هاد أكل؟ آه؟
مو طيب بالمرة. بالأصل أمه لمانيش ما بتعرف تطبخ. ما بعرف كيف هيك نسوان بيعملوا أكل لعيالهم، مع أن رجالهم بيأمنوا لهم كل شي، وولادهم بيشتغلوا بأماكن محترمة. لهلا ما فهمت ليش جنفي أخذتنا نتغدى عندهم. أخذتنا على بيت مانيش لأنه ما بدها ياكي تطبخي وتتعذبي. مفكرة حالها ست بيت وهي مو قادرة تطبخ لأربع أشخاص. والله كان بدك ياها تطبخ لنا كمان. يكتر خيرها يلي إجت معنا وساعدتنا بترتيب هالبيت. كان فيها تاخذنا نتغدى بمطعم محترم، مو أحسن من أكل أمه لمانيش؟ مع أنه بنتك كنت عيلة معروفة وجوزها معه مصاري كتير، بس نسيانتنا. أمي كلامك هذا كله غلط ومو صح أبدا. تعرفي أنه جنفي عم تحول مصاري لحساب بابا مع أنه هي تجوزت، وعم تساوي هالشي عن طيب خاطر. هيك ما بتكون عم تساعدنا؟ بس من يوم يومك أنت هيك بنتيا. ليش عم بتقلها هالحكي اللي ما منه فائدة؟ بس قد ما حكيت ما رح تستفيد شي. طنش برأيي، طنش على كلامي وطنشني إلي كمان. أنا بدي روح على بيت شري وهو ما عنده مشكلة أبداً. ليش بدها تتدخل بهالموضوع؟ بعرف بدي يعني ضل عم بتعذب وما أتهنى. بسيطة، بنتك صايرة أنانية. حضرتها عايشة ببيت مثل القصر ونحن ببيت مثل النجاج. من قلبها بتزعل إذا شافتني مبسوطة. يخرب بيت الشوف شو بيعمل، وفوقها قاعدين بلا مروحة. بعرف الوحدة صعبة، بس الحمد لله إندو أمورنا انحلت وبلشوا يرجعوا الغايبين، بس كفيري لساتها عم تتوجع من جواتها. والله الحق معك، الواحد ما بيكتشف هالشي إلا لحتى يكبر بالعمر، وهذا اللي صار معه. مزبوط. تعرفي لازم تكون تعودت، بس أكيد بتكون عم تتحسر. صحيح بتبين مفارقة معها، بس هي من جواتها أكيد زعلانة وأكيد عم يخطر ببالها. صباح الخير. شو القصة؟ ما في شيء. آسفة، شكلكن عم تحكوا حديث خاص، أنا رايحة. لا حبيبتي استني، أنت صرتي وحدة من العيلة وما في شيء بيتخبى عنك. بصراحة كفيري ما أنا منيحة هالفترة. والله جد؟ ليش بقى؟ على علمك شربت الشاي شي؟ إذا لا أنا باخد ليا. لا ما رضيت تشرب شاي، بس إذا كنتي حابة خدي لها يا أنتي. طيب لا تكون عمتي متخانقة مع شي حدا. لا أبدا ما في شي من هاد. جاي ولكسمي كانت رجعوا ليعيشوا معنا، لهيك أنا حاسة إن عم تتذكر الأيام الماضية. صحي مبسوطين، بس في عنا ذكريات حزينة، لهيك كفيري زعلاني. هلأ فهمت عليكم، بس أنا حابة أعرف يعني شو هي المشكلة بالضبط؟ بخبرك بكل شي بعدين، هلأ كتير مشغولة، خليني خلص شغل المطبخ. شري رح يطلع وبدي لحق ضب له الغداء قبل ما يمشي. طيب أخذ الشاي لعمتي كفيري على غرفتها؟ إيه لأنه نحن مو فاضيين، أنت هلأ خدي لها الشاي. ماشي. كيفك عمتي؟
جبت لك الشاي. مو جابه لي، يسلم وما بدي شاي. طيب ليش؟ حاسه حالي مخنوقه كثير ومو قدراني لا اكل ولا اشرب. شو السبب؟ ما بعرف شو لازم ساوي لارتاح. محتاره كثير وضايعه وتعبانه، الوحده عم تقتلني. حاسه وجودي بالحياه ما له اي داعي. خاف اتعود على حدا ويتركني. عمتي اهدي، ما في شي من هاد. لا في جنبي، على طول بكون قاسية وبجرح اللي حوالي بتصرفاتي وبكلامي. بعرف منيح شو عملت، بس لمين بدي اشكي همي؟ امي كانت تحاول تفسر لي وقالت لي هذا الشي كله بوقت عرسي، بس ما سمعت كلامها ابدا. لا سمعتها بيوم عرسي ولا حتى بعدين. وهلا كيف فيني ببساطة روح وحاكيها بهالشي؟ جنبي أنا بعرف شو ساويت وما في حدا ما بيغلط. فهميني، أنت شو قصدك عمتي؟ خلص ما في شي، أنا كنت عم بحكي بشكل عام. شربي شاي. عن جد مو جاي عبالي. مشاني ليك يا عمتي، أحياناً الواحد بيضطر يعمل شي مع أنه ما بيكون بيحبه، بس لأنه الظروف جبرته يعمل هالشي. فيكي تطبقي هالكلام عشر بالشاي. جنفي يا ريت لو فكرت مثلك بالفترة يلي كنت فيها بعمرك. عمتي كفيري، خلص انسي، فكري بمستقبلك وبس وكل شي رح يكون منيح. ما رح تخبري حدا مو هيك؟ طمني، ما رح أقول شي لحدا. إذا بتشربي الشاي خدي. أنت عم تسألي حالك ليش أنا مخنوقة ومتضايقة كتير مع أنه الكل مبسوطين بهالبيت؟ أنا ما بفكر بهاي الطريقة. أكيد رح نحكي، مو شرط هلأ، بالوقت اللي بتحبي. ليك يا عمتي، أنا لازم أنزل، بدي ساعد حماتي شوي. معلش روح؟ إيه؟ مانك نازلة؟ بعد شوي بلحقك. جنفي شوفي عمتي. شكراً. أول شي منروح من هون. أها. منروح على اليمين بعدين على اليسار. إيه مزبوط. لحد ما بتصير هيك، وقت تمشي من هون لازم تروح على اليمين بعدين على اليسار. ليش هو شو عم بيقول؟ لا مو هيك، أنا قلت مثل ما أنت قلت بالضبط. أول شي بتروح من هون بعدين على اليسار وعلى اليمين. لا أندو، أول شي بتروحي على اليمين وبعدين على اليسار. لا لا رمادة استنوا، تمشي مستقيم. وباخر الطريق رح تلاقي دوار صغير بتلف. بس انت مين قالك انه في دوار باخر الطريق؟ مزبوط ما في دوار هون، مشان هيك عم قلك اول شي بتطلع على اليسار وبعدين على اليمين. غلط، في اشاره باخر الطريق. من هونيك منطلع على الدوار بعدين منروح على اليمين. يا ريت تركزي منيح وتخبريني وين بدنا نروح بالاول، على اليمين ولا على اليسار؟ بعد ما توصل على الاشاره بتطلع على اليمين. شفتي؟ لحظه بس عمتي. نعم. انت على شو عم تدليهم؟ ولا على شي، لازم روح على الشركه ضروري، لهيك كنت عم اسالهم على العنوان. وهي كانت عم تمشي هون وتدلني على الطريق، بس بصراحة ما فهمت عليها أي شيء. عن جد هالبلد تغيرت، مومباي ما كانت هيك أيام زمان. ما عم بعرف وين بدي روح وقت عم بطلع من البيت، والطريقة اللي كانت عم تدلني فيها على الاتجاهات مستحيل إنه حدا يفهمها. إندو متأكدة إنه هذا المكان بمومباي؟ شو؟ في إشارة بالأول وبعدين بتطلعي من على اليمين. لا مو هيك، لازم تروحي على اليسار. خلاص بالأول على اليسار وبعدين على اليمين. ليك أنا برأيي
يعني يسأل شي شوفير تاكسي أحسن. إيه أنا هيك رح أعمل، بسأل العالم يلي بالطريق أحسن ماضي. ماشي كول. بس مو شوفير تاكسي. ليش؟ المرة الماضية سألت شوفير تاكسي عم دلني على الطريق غلط قصداً لأني ما طلعت معه، لهيك الأحسن إني أمشي وبسأل الناس يلي واقفة بالشارع. إيه إذا بدك دق لي أنا بدلك. إندو شو صار له ساعة عم يحكي؟ شو عمتي؟ لوين رايحة؟ ما بدي روح على مكان، بس جاي بده يروح. لوين؟ لوين؟ هو كان بده يروح على الشركة، بس يعني بصراحة ما نعرفان من وين يروح. هلأ بعد الجسر لازم يطلع على اليمين ولا على اليسار؟ أنا بعرف على اليسار. لا. عند الإشارة. ليك يا عمتي انت الصح، بنهاية الشارع الرئيسي بتلاقي جسر، بتروح على اليسار لتوصل للدوار وهنيك الشركة. ايه بس يعني في جسرين، اي واحد منهم؟ هذا بيعتمد على الطريق اللي رح تطلع منه. اذا طلعت من عند الكازية بتلاقي جسر واحد. ايه انا هيك قلت لكم، لا على اليمين ولا على اليسار، بتروح دغري. شفتي كيف كنت عم دلكن؟ صح نار مادة. عمتي انتي على طول بتحكي الصح. فيك كمان تطلع بسيارتنا احسن ما تتعذب بالتكاسي، الشوفير بيوصلك لهنيك. احسن ما يضل قاعد بلا شغل.